صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة وراحة البال أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600-551414 ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. في بداية البرنامج مستمعينا الكرام أحب أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي وكذلك من نور دبي بتكون معانا اليوم في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الخفلي وفي الإخراج بيكون معانا مخرجنا المبدع دايما نمر محمد وبكون معاكم اليوم خلال هذه الساعة من تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي. في برنامج صحة وسعادة اليوم بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية ومثل ما عودناكم دايما نتكلم عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم بعد في فقرتنا الأساسية في برنامج صحة وسعادة بنتكلم عن البرنامج الوطني للتحصين وفي فقرتنا للتغذية بيكون حديثنا اليوم عن أنواع الملح وكميات الصوديوم فيها. كونوا معنا وتابعونا خلال هذه الساعة. خبرنا اليوم يقول ارتفاع الجلوكوز يؤثر على قدرات الدماغ مع التقدم في العمر. كشفت بيانات دراسة موسعة في بريطانيا لحالات السكري أن بعض أجزاء الدماغ قد تتقلص لدى المرضى مع التقدم في العمر مقارنة بغير المصابين بالسكري، ويعني ذلك أن سرعة تدهور القدرات الإدراكية خلال المرحلة العمرية بين 50-80 عام. وقال ليان من جامعة ستوني بروك في نيويورك أن الدراسة اعتمدت على استخدام بيانات البنك الحيوي البريطاني لأكثر من 19,000 حالة سكري لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 50-80 عام. وأظهرت الدراسة أن مرضى السكري كانوا أسوأ بنسبة 13% في الاختبارات التي قيمت قدرتهم على التخطيط المعقد و7% أسوأ في اختبارات سرعة المعالجة الذهنية للمعلومات. وكشفت الفحوصات أن كل ما زادت مدة الإصابة بالسكري يعني 10 سنوات تنكمش بعض خلايا الدماغ بنسبة 26% أكثر من غير المصابين. ودعت توصيات الدراسة مرضى السكري إلى اتباع التعليمات الطبية الخاصة بتناول الأدوية وفحص مستوى الجلوكوز وإجراء التعديلات الغذائية المتعلقة بنمط الحياة. وفسر فريق البحث التغيرات التي تحدث لخلايا الدماغ بعدم استجابة هذه الخلايا بشكل صحيح للإنسولين وبالتالي عدم قدرتها على استيعاب كل الجلوكوز اللي يحتاجه لوظائف هذه الخلايا. وبعد خبرنا اليوم أعزائي المستمعين مثل ما عودناكم دايما في برنامج صحة وسعادة ناخذ آخر مستجدات ووسائل التواصل الاجتماعي اللي تحدثنا عنها دايما. أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أسماء. ألو صبحكم الله بالنور والسرور عليكم على كل المستمعين إذاعتنا الطيب. يا هلا فيك أسماء. أسماء خبريني شو هي آخر المستجدات الصحية عندنا في هيئة الصحة بدبي؟ من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي الفترة هاي الفترة مجموعة من النصائح الخاصة بجدري القردة. كنا حاطين المعلومات اللي الواحد ممكن يحتاجها وموجودة هاي كذا في قنواتنا في السوشيال ميديا وأيضا في الانستغرام يكون أسهل أنهم يشوفون كل هالمعلومات. من المعلومات اللي هي شو هي العدوى وكيف انتقالها وشو فترة حضانة المرض وأيضا أعراض والعلامات السريرية وكيف الواحد ممكن يقي نفسه من هذا المرض. وأيضا حطينا معلومات عن العلاج. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها عن نفس الموضوع الفرق بين
جدر القردة وجدر الماء، وهذا كان بناء على الاستفسارات اللي كانت توصلنا من المتابعين. لذلك احنا دائما ننصحهم اذا عندهم اي استفسارات ثانية ممكن يصلوا على هاي النشرات الخاصة بجدر القردة ويكتبون ملاحظاتهم على النشرات هاي اذا عندهم اي استفسار اي سؤال او اي موضوع حابين احنا نذكره في قنوات التواصل الاجتماعي، معلوماتهم يبون يعرفونها عن المرض. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها معلومات عن التنظيم الصحي وكيف الواحد ممكن يعرف إذا كان المركز مرخص أو الطبيب المرخص وغيره، وهي أيضا من النشرات الموجودة في هاشتاج كن على علم، ونحن دائما ننصح الجمهور أن يدخلوا على هذا الوسم كن على علم أو بي انفورم بالإنجليزي، وممكن يهتفون المعلومات اللي نحن كنا حاطينها في هذا الشأن. كنا حاطين مجموعة من الملاحظات مثل أو المعلومات كيف واحد ممكن يسوي لتصديق الشهادات الطبية أو التقارير الطبية، وهي كلها ما تحتاج يعني بعض الأشخاص يونين مقر سعادة المتعامل الخاص بالتنظيم الصحي، لكن هذا كله ما يحتاجونه، ممكن كله يسوونها أونلاين. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في الوسم كيف الإنسان ممكن يعرف تركيبة المنتجات أو يعرف شو هي منتجات تركيبية، لأن في بعض المنتجات تسوى في المركز الصحي اللي هي خلط مجموعة من تكون تقريبا مجموعة جمع نوعين أو أكثر من عناصر رئيسية الأدوية من خلال مزجها أو تغيير مكوناتها، وكيف ممكن الواحد يعرف التأكد من سلامة هذا المنتج، لأن هي مو منتجات يعني هاي يتم دمجها أو مزجها في المركز، كيف ممكن يعرفون يتأكدون من السلامة. كنا حاطين مجموعة من النقاط هاي كلها موجودة في الهاشتاج. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا نحن حاطينها أو نذكر فيها أن خدمات الأسنان متوفرة الآن في مركز اللفيلي ومركز أم مسكين، ممكن هم يأخذون الموعد من خلال الاتصال بمركز الاتصال اللي هو 8342. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة قنوات التواصل الاجتماعي إن نحن نحب نقول للأشخاص المهتمين بالتغذية بأن مؤتمر دبي الدولي للتغذية في دورته السابعة بيرجع في شهر نوفمبر المقبل. توصلنا كثير من الملاحظات غالبا في فترة الصيف أنهم متعودين أنه يكون بين أكتوبر ونوفمبر، فكثير من الأشخاص يسألون متى هذا المؤتمر، وين بيكون، وين موقعه. نعم. في بعض الأشخاص حتى يبون يحجزون تذاكر عشان يحضرون، لأن في كثير من الحضور من خارج الدولة كذلك. فنحن كنا حاطين التاريخ، ونحب أيضا نذكر بالتاريخ في قناة في الإذاعة مؤتمر دبي الدولي للتغذية راح يكون بين 17 و19 نوفمبر، وبيكون موجود في مركز دبي التجاري العالمي، بيكون في قاعة المكتوب. فاللي للحين ما حطينا رابط التسجيل، لكن خلال الفترة القادمة أو الفترة القريبة القادمة راح نحط رابط التسجيل، والتفاصيل حول التسجيل ورسوم التسجيل كلها راح تكون موجودة إن شاء الله خلال الفترة القادمة. تقريبا أيضا عندنا من الأشياء اللي كانت وايد مهمة أن نحطها هي التوعية كذلك بالبيانات الطبية أو البيانات بشكل عام، أن هي كيف أن لها أهمية كبيرة في للشخص نفسه سواء في القطاع الصحي أو أيضا في حياته اليومية. لازم الأشخاص يهتمون أن ما في أي حد بيتصل فيهم يسألهم عن رقمهم البنكي أو رقم الثلاثي اللي يكون وراء البطاقة، ما في أي جهة راح تتصل فيهم وتطلب منهم رقم بنكي أو رقم اللي يسمونه الباسورد الموجود على البطاقة حاشية البطاقة في أي مكالمة، سواء كانت من هيئة الصحة أو من قطاع الصحة الخاص أو من أي جهة ثانية. لذلك جزء كبير من الحفاظ على بيانات الشخص ومعلوماته هي من الفرد نفسه. لذلك نحن نحط مجموعة من هاي النشرات في وسم اسمه بياناتك مسؤولية، ننصح الجمهور بكيفية الحفاظ على بياناتهم سواء كان في القطاع الصحي أو كذلك في حياتهم اليومية أو من ضمن ممارساتهم اليومية. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، لكن نحن نحب نأكد بالهاندلز اللي نحن عندنا في قنوات التواصل الاجتماعي أو الحسابات اللي هي في تويتر وإنستغرام اللي هي دائما نحط فيها نشرات بشكل يومي، هي DHA_Dubai. أما بالنسبة للفيسبوك هو Dubai Health Authority. عندنا كثير من القنوات الثانية، لكن هاي القنوات اللي نحن
يوميا نحط فيها معلومات طبية أو اللي يكون فيها التحديثات السريعة الخاصة بالخدمات. ودمتم بصحة وسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، وأتمنى لك دائما الصحة والسعادة. مستمعينا الكرام، كانت معنا أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي، حدثتنا اليوم عن مجمل مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي، وتكلمت عن موضوع مهم جدا اللي هو موضوع حماية معلوماتكم البنكية أو حتى معلوماتكم الصحية. دائما لا تتوقعون أنه بيتصل فيكم حد يسألكم عن رقم البطاقة الصحية أو رقم البنك، لأن هاي يعني نقدر نقول الموضوعين مهمين، سواء بياناتكم الصحية أو بياناتكم البنكية. هاي بيانات سرية، حاولوا انكم ما تحطون الباركود يوم مثلا يكون عندكم نتيجة فحص او نتيجة شيء، لا تحطون الباركود على وسائل التواصل الاجتماعي، لان هذا الباركود فيه كل معلوماتكم الصحية اللي المفروض انكم تحافظون عليها وتكون سرية وما تكون موجودة للعلن. فنحن دايما ننصحكم في برنامج صحة وسعادة انكم تكونون حريصين على معلوماتكم الشخصية، سواء كانت معلومات صحية او حتى معلوماتكم البنكية. مستمعين الكرام، بنرجع لكم في موضوع مهم بعد هذا الفاصل، بنتكلم عن أنواع الملح وكميات الصوديوم فيها، خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-55-1414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. في فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن موضوع أنواع الملح وكميات الصوديوم فيها، ومثل ما نعرف أن الملح من المكونات الأساسية في أي طبخة وفي جميع مطابخ العالم، وهناك طبعا عديد من أنواع الملح اللي تختلف باختلاف القوام والنكهات والاستخدامات والألوان وغيرها. وفي فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن أنواع الملح وكميات الصوديوم المتواجدة في كل منها، ويسرنا طبعا أن تكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة عبير عبد الله، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة عبير. صباح الخير، يعطيك العافية. يا هلا فيك. اليوم احنا موضوعنا يعني اذا بنتكلم عن الملح، نعرف انه ما في أكلة. عفوا بس أستاذة عبير، في صدى في الصوت. هيك احسن؟ الحين يمكن احسن اتوقع. اوكي تفضلي. ايه مثل ما قلتي هو الصوديوم عنصر اساسي باكلنا بكل مطابخ العالم، يعني وين ما نروح وين ما نيجي موجود الملح وموجود بكميات كبيره. في ناس بتستعمله بكميات اكبر او مطابخ مثلا الاكل السريع الاكل الجاهز، هذا كله المعلبات دائما فيها ملح اكثر، بس هو اجمالا يعني عنصر اساسي مثل ما قلت بالاكل، مفروض نخفف منه بس ما فينا نوصل للصفر نهائي لأنه أصلاً نحتاجه الجسم، بس هي المهم نراقب الكمية اللي بناخدها يومياً منه. نعم، إذا بنتكلم بداية عن أنواع الملح بشكل عام وكميات الصوديوم في كل نوع. هلأ شوفي، كتير هلأ في ناس مثلاً بيستخدموا أنواع ملح بيعتبروها صحية أكتر من الملح الطعام أو الملح اللي نحن متعودين عليه الاعتيادي، فبيصيروا بيستخدموها براحتهم على أساس أنه هاي الملح فيها خفيف، فلازم دائما ننتبه على كمية الصوديوم بالملح. مثلا يعني أنا حاعطيكي كم مثال عن بعض أنواع الملح الموجودة بالأسواق. مثلا نحن عادة الملح الطعام العادي تبعنا اللي بناكله بالمعلقة الوحدة الصغيرة، معلقة السكر تبع الشاي، تقريبا 2300 ملغرام، تمام؟ نعم. اللي هو هذا الملح اللي أكثر الناس تستخدمه. في ناس مثلا بيستخدموا ملح البحر بما أنه بيعتبروه خيار صحي أكثر، هو شوي خشن، هو فعليا معرض لتكرير أقل من الملح العادي اللي بنستخدمه، بس كمية الصوديوم بهالملح نفسه كمية الصوديوم بالملح العادي، فنحن إذا بدنا نخفف الصوديوم ورحنا جبنا ملح البحر ما عملنا شيء، عرفتي؟ يعني هي المهم نخفف الكمية أكثر ما أنه نغير النوع. نعم. في مثلا كمان هلا كتير بيسألوا عنه ناس الملح الوردي، ملح الهملايا الوردي. هذا الملح مثلا ممكن شوي يكون الصوديوم اخف، او بالاحرى هو مش الصوديوم فيه اخف، هو بيعطي طعم اكثر، ف
فنفس الكميه بتملح اكثر من كميه من لنقول معلقه من هذا الملح بتملح اكثر من معلقه من الملح العادي، فبالتالي بنصير نستخدمه اقل، فممكن يكون احسن للناس اللي عم تحاول تخفف كميه الصوديوم بالاكل. نعم، يعني نقدر نقول ان نحن الملح اللي متعودين عليه اللي دائما نستخدمه، ولكن هناك ايضا انواع اخرى من الملح وذكرتي لنا كميه اللي حطنا فيها، عرفتي، لانه كلها فيها صوديوم وبكميات مش كثير اقل من هذا الملح. نعم، فاذا بنتكلم ايضا استاذه عبير عن كميه الصوديوم اليوميه اللي تعتبر افراط اذا نحن زدناها او استخدمناها. الانسان العادي اللي ما عنده ضغط، اللي ما عنده مثلا مشاكل بالقلب، فينا تقريبا لحد 2300 ملي جرام باليوم. نعم تمام، يعني هن بيطلعوا تقريبا معلقه باليوم، معلقه صغيره بس، هاي على كل اليوم، يعني بالاكل بالمعلبات بكل شيء. فنحن كثير ضروري نقرا شو مكتوب على الاكل كمان، لانه ممكن مثلا ياكل الواحد بالبيت بالطبخ ما يحط ملح كثير ويروح ياكل لنقول تشيبس، التشيبس فيه ملح كثير، فبدنا نكون دائما نقرا ونشوف كميه الملح الموجوده بالاكل. نعم. اما الناس اللي عندهم ضغط مثلا فلازم ننزل تحت ال 2000، واذا قدروا تحت ال 1500 ملي جرام كمان بيكون احسن. نعم استاذ عبير، عندنا مشاركه عبر الهاتف معنا الاخ سعيد. صباح الخير اخوي سعيد. السلام عليكم. يا هلا فيك اخوي، تفضل. يا مرحبا بك، دام فضلك. الله يسلمك. ما هي فوائد المش للجسم؟ وثاني شيء، هل هناك فرق يعني اذا مثلا في بعض الاكلات الحين قاموا يحطون فيها ملح وسكر؟ نعم، شو يعني شو التفاعل ماله، شو يؤدي، شو الفائده منه؟ ان شاء الله اخوي. تسلم اخوي سعيد، شكرا. شوفي، احنا قلنا هو الصوديوم الموجود بالملح اساسي لعمل جسم الانسان، بس نحن هذا الكميات بنقدر نحصلها من الاكل الطبيعي، فنحن اجمالا دائما اللي بنحطه بالملح الزياده هذا زياده عن حاجه الانسان، فما في نقول احنا بنستفيد لما نزيد ملح بالاكل، عرفتي؟ نعم، لأنه نحن الصوديوم بنحصله من المصادر الطبيعيه، اما انه نحط ملح وسكر فاكيد ما له فايده، بالعكس. هو يقول شو يعني التفاعل اللي ممكن يسوي اذا دمجنا الملح مع السكر؟ ماشي، بس انه عم ناكل ملح وسكر. بالتاكيد. فاذا بنقول هل هناك بدائل معينه للملح يمكن استخدامها؟ ايه هلا شوفي، قلت لك عنهم الموجودين بالاسواق، هذا الوردي قلت لك انه فيه بالمعلقه نفس كميه الصوديوم بس نحتاج ملح اقل، فهيك بنكون عم نقلل. في كمان بالاسواق موجود ملح البوتاسيوم. نعم. اللي هو بدل الصوديوم بوتاسيوم، فكتير قليل فيه هذا الصوديوم، يعني كتير بنكون عم نقلل الصوديوم. نحن لما نقول نقلل الملح المقصود فيه الصوديوم بالتأكيد. أيوة، لأنه هو الملح مكون من كذا مكون مش بس الصوديوم، فلما يكون موجود بالأسواق متوفر هذا البوتاسيوم كتير بيقلل كميات الصوديوم بالأكل، بس بده يكون الشخص يعني أحسن يسأل الطبيب إذا عنده أمراض كلى أو شيء، لأنه بيأثر. نعم بالتأكيد. فنحن الحين إذا بنعرف أستاذة عبير كيف ممكن نتعرف على الأغذية الغنية بالصوديوم؟ شوفي، هو الصوديوم بالمصادر الطبيعية موجود بكل الأكل، بتلاقيه بالخضار، بتلاقيه بالبقول، فهاي المشاكل يعني هاي تناولها بكميات ما في أي مشاكل فيها، لأنه ما بتوصل للحدود اللي بتوصلنا للألف والألفين وهيك. هي المشكلة بملح الطعام، يعني نحن بدنا نحاول نقلل مش نزيد صوديوم، إلا لطبعا لحدا عنده حالة مرضية معينة ويحتاج فيها يزيد، بس الإنسان الطبيعي نحن بدنا نحاول نقلل مش نحاول نزيد. نعم بالتأكيد. يعني نحن بدنا نحاول نخفف تناول ملح الطعام اللي هو الزايد على الأكل الموجود بالأكل الجاهز أو الأكل المعلب، دائما نحاول نروح للأشياء اللي مكتوب عليها قليل الملح أو ملح قليل. نعم بالتأكيد. ولكن يعني أستاذ عبير، إذا بنقول هناك نصيحة مهمة أو جوهرية تقدمينها للمستمعين فيما يخص موضوع الملح وكميات الصوديوم؟ بدنا نقول دائما أنه أحسن شيء هو الاعتدال بأي شيء، فدائما لو حتى جبنا بدائل الملح أو الملح الطعام الطبيعي دائما نكون معتدلين، كميات بسيطة، خاصة إذا ما عندنا حالات مرضية ما في مشكلة بتناول الملح، بس يكون بكميات معتدلة. ودايما عنا كمان بدائل عشان الطعم، هو نحن بنستخدمه عشان الطعم، فينا نبدله بمنكهات مثل التوابل، الأعشاب، البهارات، الخل، الثوم، هاي كلها بتساعد إنه تحسن الطعم ونقدر نخفف من كمية الملح اللي متعودين عليها بالأكل. نعم أستاذ عبير أحمد، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شاكرة لك هذه المشاركة الطيبة، وشاكرة أيضا للأخ سعيد اتصاله ومشاركته معنا في برنامج صحة وسعادة. شكرا لك.
مستمعين الكرام، نحن دائما سعيدين باتصالاتكم وبتواصلكم معنا على الرقم 600-55-1414 ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. وطبعا أشكر الأخ سعيد على سؤاله اللي يقول إن هل إذا مكسنا السكر مع الملح بيكون في تفاعل. قالت أستاذة التغذية إنه ما بيكون في تفاعل، أنت مسكلت السكر مع الملح بس. مستمعين الكرام، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-55-1414 ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. اليوم بكلمكم عن المعادن والفيتامينات المهمة للنساء، يعني معادن وفيتامينات لازم تتأكدون من مستواها في جسمكم وإن المستوى هذا طبيعي لصحتكم. أولا معدن الحديد، لازم نتأكد أن الحديد موجود عندنا بنسبة جيدة، لأن الحديد يحسن الطاقة ويساعد على تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ويعزز المناعة ويحافظ على وظيفة العضلات. وأيضا عزيزتي المستمعة اللي تسمعني الحين، لازم تأكدين من فيتامين B12، لأن B12 يدعم الوظيفة المناسبة للدماغ والجهاز العصبي وكذلك خلايا الدم ويعزز الطاقة ويحسن المزاج. ولا تنسون البيوتين واللي هو يعزز نمو الشعر والأظافر ويدعم وظائف الأعصاب والجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، وكذلك الكالسيوم اللي يبني ويحافظ على عظام قوية وصحية ويعزز وظائف القلب والأعصاب. وكذلك من المعادن والفيتامينات المهمة للنساء اللي هو المغنيسيوم، لأنه يعزز صحة القلب ويحسن المزاج ويخفف من أعراض الدورة الشهرية وكذلك يقلل من ضعف العضلات وتشنجاتها. وأيضا الفيتامين المهم واللي لازم دائما تسألون عنه وتسوون فحوصاتكم الشاملة، فيتامين دال، لأنه يعزز مناعة المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية ويحافظ على صحة العظام والأسنان. وأخيرا حمض الفوليك واللي هو عنصر غذائي مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء والنمو السليم للخلايا ووظائفها، وهو ضروري للنمو الطبيعي للدماغ والعمود الفقري لدى الجنين في بداية الحمل. فأعزائي المستمعين، دائما مثل ما أقولكم وأنصحكم، لا تنسون، والحين بتينا إجازة الصيف وما شيء مدارس والأمهات بيكونون شوي مريحين، فأنصحكم أن تهتمون بعماركم وتصيرون تسوون فحوصات دورية في أقرب مركز صحي عندكم، وبتعرفون إذا هاي المعادن في جسمكم طبيعية أو لا، وبعدها تقدرون تأخذون المكملات الغذائية. مستمعين الكرام، في فقرتنا الأساسية لليوم في برنامج صحة وسعادة بنتكلم عن البرنامج الوطني للتحصين، واللي هو يعتبر من أهم البرامج الهادفة إلى حماية الأطفال من الأمراض اللي ممكن الوقاية منها باللقاحات في سن مبكرة وتعزيز هذه الحصانة حتى نهاية مرحلة المراهقة والبلوغ. وفي هذه الفقرة بنتكلم عن البرنامج الوطني للتحصين وأهميته ودوره في تعزيز الأمن الصحي لأفراد المجتمع، وبتكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة العلمة، طبيب استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة فاطمة. صباح الورد والسعادة، حياك الله. يا هلا فيك دكتورة. هلا، مرحبا. اليوم دكتورة نبغى نتكلم عن البرنامج الوطني للتحصين ودوره في وقاية المجتمع من الأمراض، يعني بداية إذا بنعرف المستمعين شو هو البرنامج الوطني للتحصين. إن شاء الله، حياك الله، السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. البرنامج الوطني للتحصين طبعا الهدف منه التطعيم يعني نعطي اللقاح وأشياء التطعيمات المهمة للأطفال. البرنامج الوطني للتحصين تبدأ من الولادة وحتى المراهقة
وحتى عندنا ليش يخوفه. فأهم الأعمار اللي إحنا محتاجين نطعم الأطفال من الولادة لأول 6 سنوات من العمر. مثل ما تعرفون إن اللقاحات تقوم بتدريب الجهاز المناعي على أفراز أجسام مضادة تماما كما يفعل عندما يتعرض الإنسان لمرض ما. فاللقاحات اللي عندنا مثلا لما نعطي الإنسان تطعيم تمنع اللقاء من الأمراض اللي ساعات ممكن يكون هالمرض وايد خطيرة جدا أو حتى مميتة. التطعيم تعمل مع الدفاعات الطبيعية للجسم لتطوير الحماية بأمان من المرض. اللقاح يساعد جهاز المناعة عندنا على إنتاج أجسام مضادة مثل ما كنا كأن تعرضنا للمرض. بدون ما نتعرض للمرض اللي يتكون عندنا جهاز المناعة تتكون عندنا وقاية من هالمرض. يكون عندنا حماية دائمة للمرض دون الحاجة بالإصابة إلى المرض. عشان شيء اللقاح دائما دواء قوي على عكس معظم الأجهزة لعلاج الأمراض. اللقاح تمنع الإصابة بالأمراض. إحنا الوقاية عندنا أهم من العلاج. اللقاحات تحد من مخاطر الإصابة بالمرض كيف من خلال ارتكازها على وسائل الدفاع الطبيعية للجسم لبناء القدرة على حمايته. لما نأخذ اللقاح شيء في جهاز هناك في استجابة من جهازنا المناعي أو يتعرف على الجرثوم أو البكتيريا أو فيروس يتكون عندي أجسام مضادة عبارة عن بروتينات ينتج الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمكافحة المرض. وبعدين هالخلايا الذاكرة الموجود في جسم الإنسان يتذكر المرض ويجي الانتحار بهالمرض عشان إحنا بدأ يعني عندنا جهاز مناعي قوي يدمر هالفيروس والبكتيريا اللي وصلنا بدون ما إحنا نشعر أو نصيب بالمرض. وأبغى أطمنهم إن اللقاح وسيلة آمنة وذكية لتوليد استجابة مناعية في الجسم دون أن يسبب المرض. تتمتع أجهزتنا المناعية بالقدرة على التذكر. فأول ما نأخذ جرعة أو عدة جرعات من اللقاح بنكون محميين من المرض بإذن الله لسنوات أو عقود أو في تطعيمات تعطي مناعة مدى الحياة. نعم دكتورة فاطمة أيضا بنعرف منك ما هي أهم اللقاحات اللي على الطفل أن يأخذها قبل سن المدرسة. أهم أول شيء عند الولادة يعطيهم تطعيم ضد الدرن وتطعيم الكبد البائي. على 2 شهر نعطيهم تطعيم الروتا اللي يسبب إسهال الزواج. الحمد لله الحين ما نشوف المرض بغير الله الحمد. نعطيهم تطعيم الروتا، نعطيهم تطعيم الكبد البائي، نعطيهم تطعيم الشلل للأطفال، تطعيم الكوزاز، تعال الديكي، تطعيم اسمه هيموفيلس إنفلونزا. هالبكتيريا صراحة يسوي التهاب الصحية. بل لله الحمد من يوم ما دخلنا التطعيم في ال في الـ EPI ما أدري شو هاي البرنامج الوطني للتحسين ما نشوف هالأمراض لله الحمد. نعطيهم تطعيم ضد الأمراض الرئوية يسمونها المكورات الرئوية. نعطيهم هالتطعيمات اللي قلتها عبارة عن 8 تطعيم نعطيهم على 2 و4 و6. على عمر السنة الطفل يتلقى تطعيم حصة الألمانية والخاصبات يعني النكاف وتطعيم الجذري. على 1.5 سنة الطفل يأخذ جرعة منشطة من الثلاثي اللي هو ديفتيريا وكوزاز وسعال ديكي وشلل الأطفال وبكتيريا المستديمة النزلية باسمه بالعربي زين. وتطعيم الثاني اللي يأخذنا على 1.5 سنة عبارة عن جرعة منشطة لحصة الألمانية وجذري. أخذ فرمان تطعيم بين 5 سنوات قبل دخول المدرسة لازم يأخذ هالتطعيمات قبل المدرسة ما بيدخلونهم. يأخذون جرعة ثانية من الجذري اللي خذوا على عمر السنة. الجرعة الثانية يعطونها على عمر 5 سنوات. وبعدين في مرة ثانية بنعطيهم شلل للأطفال وتطعيم الثلاثي عشان نقوي مناعتهم يكونوا في المدرسة إذا تعرضوا لأي بكتيريا أو أي فيروس يكون عندهم مناعة ويكونوا محميين بإذن الله. نعم أيضا دكتورة إذا بنتكلم عن أماكن الحصول على اللقاحات الخاصة بالبرنامج الوطني للتحصين الأشخاص وين ممكن يحصلون على هذه اللقاحات؟ بفضل من الله وحكومتنا الرشيدة والحمد لله عندنا تطعيمات أفضل تطعيم متوفر في العالم. والتطعيم هذا في الإمارات يعني في دبي متوفر في عيادة زعبيل، في عيادة الأم سقيم، في عيادة المزهر، في عيادة ممدر. فأي هم بس ما عليهم إلا يأخذون الموعد إذا ما متعمين. إحنا الحمد لله نسبة المناعة يعني الكفرج مال التطعيم أكثر من 95% ولله الحمد. فهم إذا سجلوا بعد آخر تطعيم كل مرة يسجلون لهم تطعيم لموعد القادم
وبعدين يطرشون لهم مسج عشان يذكرونهم من ترقيكم بعد 3 أيام، بعد يومين يطرشون لهم مسج ترقيكم عقب يومين وعقب يوم. فمتوفر خياراتنا الخارجية، بس هم ما عليهم إلا أن يقصرون، إما يأخذون موعد إذا ما عندهم موعد في كول سنتر، وعلى طول يحصلون موعد. نعم. أيضا دكتورة، إذا بنقول أن يعني هاي التحصينات مهمة للأطفال، للأشخاص اللي يعني يتسائلون عن هذه، في ناس يتجهون لعدم يعني أخذ اللقاحات، فنحن دائما ننصحهم أن اللقاح مهم. نحن تجاوزنا مراحل عديدة، يعني في أمراض دكتورة ما قمنا نشوفها مثل ما تقولين بسبب يعني تواجد اللقاحات ولله الحمد. أيضا أحد المستمعين يسأل يقول هل ممكن إذا طفلي خذ يعني لقاح الجدري هل ممكن على كبر بعد يرد يأخذه ولا لا؟ لا، بس عشان تي نعطيهم أول جرعة لسنة وجرعة ثانية 5 سنوات، بعدين ما بيستيزهم جدر يا بلن بإذن الله. يعني 67% ما يستيزوا، هل 3% منهم عادل. نعم دكتورة، يعني أيضا أنتم كيف تشوفون نسبة الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين؟ هل كل الأفراد يتجهون لأنهم يطعمون أطفالهم، لديهم الوعي كافي، كل شيء، يعني كل الأمور هذه تحت نعم مجتمع الإمارات ما شاء الله مجتمع مثقف. نعم. ويعرفون مثلا لهم لما يجون أول أمين عليك من أول زيارة، هم إحنا نشرح لهم شو التطعيمات ونعطيهم كتيب مكتوب كل مثلا متى التطعيم الثاني. وميزة ثانية إن إحنا نسجل في السيستم، فعندهم جهاز يذكرهم إن يطرشون لهم مسج إن التطعيم طفلكم باكر ولا باكر. أنا بطمن التطعيم شيء آمن، وليش إحنا نطعم أطفال؟ لأن هم يتعرضون للأمراض في حياتهم اليومية في أماكن مختلفة، قبل دخولهم مدرسة مثلا، إذا صاروا معهم مولاد أي مكان، يعني من مصادفاتهم الأشخاص آخرين ممكن يعرض حياتهم بخطر شديد إذا ما مطعمين. نعم، ونحن وظيفتنا كأهالي أيضا حماية أطفالنا دكتورة، يعني الأهل أهم شيء تحصين أطفالهم ضد الأمراض. إذا أنا الدولة أوجدت لي تطعيم ومتكفلة بإعطائه للأطفال أيضا مجانا، وهذا لا يعني لا يصب إلا في مصلحة الأهل ومصلحة الطفل في النهاية. صحيح. نعم. نعم. أيضا دكتورة، في تساؤلات تقول هل هناك تعاون بينكم وبين وزارة التربية والتعليم فيما يخص نشر الوعي بأهمية اللقاحات؟ طبعا إحنا دائما نعطيهم محاضرات، نسوينهم يعني مثلا الأطفال عادة يأخذون تطعيم في هيئة الصحة، إذا الطفل ما أخذ تطعيم قبل دخول مدرسة 5 سنوات في المدرسة، بعدنا عندنا ممرضات من عند الهيئة الصحة يصيرون يطعمون أطفال في مدارس خاصة. بس أنا أنصحهم يعني لما يجون الطفل يجي مركز صحي مع أمه وأبوه أفضل من المدرسة، لأن أنا اللي يحسون بالأمان الطفل لما يكون مع أبوه وأمه أفضل من المدرسة، فهالتطعيمات لازم يخلصون قبل دخول المدرسة، وتم تحميهم طول حياتهم مختلف الأعمار. ويعني متوفر الحمد لله مجانا مثل ما تفضلتي لكل حد موجود على وجه على دولة على هالأرض الطيبة، يعني مو بس المواطنين، لكل الناس لله الحمد مجانا. نعم دكتورة، هل هناك نصيحة أخيرة حابة توجهينها لأولياء الأمور فيما يخص هذا المجال؟ التطعيم صراحة التطعيم أو اللقاح الحين هنا وسيلة آمنة وذكية تعطينا مناعة تحمي أطفالنا، وها مسؤولية الأهل، يعني هالتطعيم حق من حقوق الطفل، لازم كل أب وكل أم هو يكون عندهم مسؤولية ويوجهون طفلهم إلى أقرب مركز صحي عندهم عشان الطفل يأخذ تطعيماته في وقت المناسب. يعني مثلا تطعيم الروتا إذا ما جاء أول 6 شهور من العمر بعدين ما نقدر نعطيهم، حرام الطفل يصير في إسهال وذواعي يدخل المستشفى، التطعيم متوفر ولله الحمد ومجانا. فأتمنى من كل أب والأم يشيلون يتحملون مسؤولية ويجيبون عيالهم تطعيم من بعد الولادة لأول 5 سنوات من العمر. وما عندنا وايد زيارة، يعني عندنا عند الولادة وشهرين ورابع وسادس والسنة سنة ونص، يعني 6 زيارات بس. صحيح. إن ولله عندنا تطعيم واحد، إبرة واحدة فيها 6 أشياء، يعني وايد تحميهم وايد عدد مع أشياء معينة. فأبوهم يشكرون هالنعمة اللي عندنا ولله الحمد، والله يديم علينا. آمين يا رب العالمين. دكتورة ما شاء الله حتى الخلفية عندك توحي بأنك دكتورة قسم صحة الطفل، أصوات الأطفال الله يبارك فيهم، وإن شاء الله الله يعني يسهل علينا وعلى كل أفراد المجتمع نشر الوعي الخاص بأهمية أخذ اللقاحات للأطفال. نحن الحمد لله تجاوزنا يعني أمراض كثيرة بفضل اللقاحات ولله الحمد. أنا دائما أقول لي أي حد يعني
لو مجرد نسمع ناس تتكلم أو حد يتكلم عن لقاحات نقول هل نحن نبغى نرجع لزمن نشوف فيه لا سمح الله شلل الأطفال، نشوف فيه لا سمح الله الجدري، نشوف فيه لا سمح الله أمراض أخرى يعني ما قمنا نسمع فيها بفضل الله ثم بفضل اللقاحات اللي وفرتها الدولة للأطفال. فنحن نشكركم دكتورة على جهودكم المبذولة فيما يخص البرنامج الوطني للتحصين، وشكر موصول أيضا دكتورة لفريق العمل معك دكتورة فاطمة العلمة طبيب استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي على معلوماتك هذه القيمة اللي قدمتيها لنا، وأيضا شكرا لك. أنا أدري دكتورة أن عندك زحمة مواعيد على وقتك الثمين اللي وضح يعني اللي يعني أفرغتيه لنا لبرنامج صحة وسعادة. شكرا لك دكتورة. مشكورة حبيبتي، تسلمين. تسلمين دكتورة، شكرا. مستمعينا الكرام، مثل ما تفضلت الدكتورة فاطمة العلمة وحدثتنا عن البرنامج الوطني للتحصين، يمكن في 6 زيارات للمستشفى بتقوم فيها الأم مع الطفل، بتكون حمى طفلها من أمراض يعني مش أمراض هينة، أمراض يعني بتتعب الطفل ممكن تؤدي لي يعني مضاعفات كثيرة. البرنامج الوطني للتحصين وضع لحماية الطفل ولحماية المجتمع من أمراض الحمد لله ما قمنا نسمع فيها بفضل التطعيم بفضل البرنامج الوطني للتحصين. مستمعين الكرام، مثل ما تعرفون في برنامج صحة وسعادة دائما نحب نقدم لكم المعلومات الصحية بطريقة خفيفة وسهلة، نحب ننور صباحكم بيعني كل المعلومات اللي ممكن إنها تفيدكم. نحن لو طلعنا معاكم يعني اليوم بمعلومة ولا معلومتين نكون نحن أدينا غرضنا في برنامج صحة وسعادة. مثل ما أحب أختم البرنامج دائما أني أذكركم بأهمية التبرع بالدم، وإنكم بمجرد قطرات من الدم ممكن تنقذون حياة العديد من الأفراد. وهناك دائما أسئلة يعني تعتبر الأكثر شيوعا فيما يخص التبرع بالدم، هناك الأفراد دائما يتسائلون شو هي شروط التبرع بالدم. نحن نقولكم أنه لازم تكون أنت إنسان بصحة جيدة عشان تقدر تتبرع بالدم، وأنه يكون عمرك بين 18 و65 سنة، وكذلك دائما يؤخذ بعين الاعتبار إذا كنت أنت شخص مسافر أو يعني سافرت لدول معينة. هذه طبعا كلها من خلال الأسئلة بيعرفون إذا أنت تقدر تتبرع بالدم أو لا، يعني ما في وايد شروط، أهم شيء أنكم تكونون بصحة وعافية. وكذلك شروط التبرع بالدم أنه لازم الشخص قبل ما يتبرع بالدم أنه يكون أخذ قسط كافي من النوم في اليوم اللي قبل ما يتبرع بالدم. ودائما نحن ما ننصح نساء الحوامل والمرضعات أنهم يتبرعون بالدم عشان صحتهم وصحة أطفالهم. وأيضا أنه لازم ما يقل وزن الشخص عن 50 جرام، وإن كان عمرهم بين 18 إلى 21 فلازم يزيد وزنهم عن 55 كيلو جرام. وكذلك شروط التبرع بالدم أنه لا يمكنك التبرع بالدم لمدة 28 يوم في حال كان عندك أعراض كوفيد-19 أو تخضع حاليا للحجر الصحي وحصلت على نتيجة إيجابية لمسحة كوفيد-19. وكذلك شروط التبرع بالدم أن في خلال الجائحة في حال الحصول على لقاح كوفيد-19 يمكنك التبرع بالدم بعد 7 أيام من تاريخ التطعيم سواء الجرعة الأولى أو الثانية. وأيضا إذا حابين تستفسرون أكثر دائما يمكنكم الاتصال على مركز الاتصال اللي هو 800-342، وبهذه المكالمة بتقدرون أنكم تأخذون موعد للتبرع بالدم تجاوبونكم على كل استفساراتكم. وكذلك اليوم حافلة التبرع بالدم موجودة في مؤسسة دبي للإعلام، ودائما احنا نحدثكم عن أماكن تواجد حافلة التبرع بالدم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي. إذا كنتوا تستعلون كم تستغرق المدة يعني مدة التبرع بالدم، عادة بين 50 إلى 60 دقيقة للتبرع بالدم الكامل. أما اللي يتبرعون ما شاء الله، وأنا شفت بعيني أشخاص وقالت لي الدكتورة مي رؤوف رئيس مركز دبي للتبرع بالدم إن هاي الأشخاص أشخاص يعني مثل ما تقولين متبرعين دائمين لمركز دبي للتبرع بالدم، يتبرعون بصفائح دموية. تخيلوا كمية يعني العطاء اللي يعني يقومون بها هؤلاء الأشخاص وبشكل دوري، يعني في الشهر أتوقع في مدة معينة للتبرع بالصفائح الدموية.
فهذه إذا حابين تبرعون بالصفائح الدموية تقريبا من 60 إلى 90 دقيقة وما يقارب 60 دقيقة للتبرع بكريات الدم الحمراء المركزة. فنحن دائما يد بيد مع حملة دمي لوطني ومع هيئة الصحة بدبي وجميع الجهات الإعلامية اللي تساعدنا في نشر التوعية بأهمية التبرع بالدم. نحن نقولكم دائما ونرد نذكركم إن ممكن أنكم أنتوا تنقذون حياة العديد من الأشخاص بمجرد تبرعكم بالدم. ونحن أيضا خلال شهر يونيو بنتكلم أكثر عن المتبرعين بالدم بما أن عندنا يوم في شهر 6 يصادف يوم المتبرعين بالدم. فنحن بني يعني ناس متبرعين بالدم في برنامج صحة وسعادة بيحدثونا عن تجربتهم في التبرع بالدم. كفو عليك يا سعيد، تبرعت بالدم، شيء توفر المساعدة للإنسان في أمس الحاجة. سعيد كان اليوم في مركز دبي للتبرع بالدم في مستشفى لطيفة، وهو من أحدث المراكز في العالم. والعام اللطاف عدد وحدات الدم المسحوبة في المركز كانت حوالي 48 ألف وحدة دم، بارتفاع 8% عن العام اللي قبله، و 38% من هذه الوحدات راحت إلى مركز الثلاسيميا، والباقي إلى مستشفيات هيئة الصحة بدبي والمستشفيات الخاصة. وإذا يا سعيد مو برايم توصل للمركز، هناك حافلة التبرع بالدم إلى توصل للشركات والمؤسسات والجامعات، وكل إنسان ما عنده مشاكل صحية قادر على التبرع بالدم مرة كل 56 يوم. في مركز التبرع العملية ما تأخذ أكثر من 30 إلى 45 دقيقة، إضافة لكون عمل إنساني نبيل. التبرع بالدم يساعد على منع حدوث الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وطبعاً ينشط الدورة الدموية ويحفز نخاع العظام لإنتاج خلايا جديدة. وبعد التبرع يا سعيد أكيد تحس براحة وحيوية لأن الدم بجسمك يتجدد. التبرع بالدم مسؤولية مجتمعية وخدمة إنسانية، وعساكم دوم صحة وسعادة. صحة وسعادة. وبهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لختام برنامج صحة وسعادة. أشكر لكم حسن متابعتكم وكذلك تفاعلكم مع برنامج صحة وسعادة، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة. كانت معنا زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج كان معنا اليوم مخرجنا المبدع دائما نمر محمد. وشكرا للقائمين على هذا البرنامج. كنت معاكم اليوم في تقديم حلقة برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.